توقعات جديدة. العرافة الأشهر في الوطن العربي طلعت وقالت نبوءات خطيرة جداً ومفاجآت بتخص دول من الدول العظمى، وكمان توقعات صادمة عن دول عربية قالتها بالاسم. يا ترى إيه التوقعات دي، ولي في دولة هتختفي من على الخريطة الفترة الجاية؟ تعالوا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده من خمسة بالعربي. طبعا كلنا سمعنا عن العرافة اللبنانية من أصل مصري ليلى عبد اللطيف، واللي دايما توقعاتها وتنبؤاتها بتثير الجدل، مش بس علشان غرابتها، لا كمان علشان كتير منها بيتحقق. يعني تنبؤاتها بمعظم الكوارث الطبيعية بتحصل، وليها تاريخ مع تنبؤات الزلازل، آخرهم زلزال رأس السنة اللي ضرب اليابان أول يوم في السنة الجديدة. ليلى عبد اللطيف توقعت إن في زلزال هيحصل وهتكون شدته ضخمة، وحددت إنها توصل لعشر درجات على مقياس ريختر، هتتسبب في انهيارات كتيرة وهتوصل لأن دولة كمان هتختفي من على الخريطة. توقعت كمان أحداث خطيرة وضخمة في بعض الدول العربية، لبنان كانت على رأسهم. قالت إن المدارس الرسمية في لبنان هتكون مهددة بالإغلاق، بالإضافة كمان لمطار رفيق الحريري الدولي واللي هيشهد حالة من الفوضى والتعرقل من جهود رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط. شركة طيران الشرق محمد الحوت هتنجح في إنهاء الأزمة والوصول لحل، بالإضافة لرجوع أعداد كبيرة من المهاجرين مرة تانية للبنان وبناء شبكة استثمارية كبيرة هترجع للاقتصاد اللبناني قوته من تاني. أما توقعها للمملكة العربية السعودية، قالت إن في شخصية سعودية هتكون من المرشحين للحصول على جائزة نوبل للسلام، وقالت إن المرشح الأقرب هيكون ولي العهد، وده هيكون بسبب تحقيق إنجاز عربي كبير هيؤدي لبداية مرحلة السلام ومن خلال موقف عربي موحد. بالنسبة بقى للسودان، فقالت إن قائد قوات الدعم السريع هيواجه مخاطر الانهيار العسكري ومواجهة خطر الانهيار الصحي. توقعت كمان إنه هيكون في غدر من قواته. الحكاية هنا ما انتهتش، العرافة اللبنانية توقعت كمان أحداث خاصة بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي قالت خلال لقاء ليها مع الإعلام المصري عمرو أديب إن جو بايدن هيخسر السباق الانتخابي. بس المفاجأة الحقيقية واللي أذهلت الكل هي توقعها إن واحدة ستة هي لا تكسب الانتخابات، لكن ما قالتش أي اسم أو إشارة عن هويتها. توقعت كمان لأمريكا بأزمة داخلية ممكن تتطور لأزمة أهلية كبيرة، وده اللي رجع مع بداية أزمة ولاية تكساس الأمريكية، وعمل الفوضى والشغب ما وقفتش. بس عن أمريكا دي توقعت أحداث مشابهة في أكتر من دولة أوروبية على رأسهم فرنسا. أما العملية العسكرية الروسية الموجودة في أوكرانيا واللي دخلت عامها الثالث، فأكدت في توقعها إن 2024 هتكون سنة الحسم للأزمة دي. من ضمن التوقعات اللي أصابت فيها ليلى عبد اللطيف وكانت مسببة قلق كبير هي توقعها الزلازل، بداية من زلزال تركيا وسوريا واللي حصل في فبراير من سنة 2023 بسبب مأساة إنسانية كبيرة في الدولتين، ضحايا ومصابين ومشردين وخسائر ملايين الدولارات. ما كانش ده بس اللي توقعته ليلى عبد اللطيف وحصل بالفعل، لأن بعدها بكام شهر وبالتحديد شهر سبتمبر حصل زلزال قوي جدا في المغرب، وتابعه هزة أرضية كمان سببت انهيار كبير في مدينة مراكش، ومأساة المغربيين ما قلتش عن مأساة الأتراك والسوريين.